وانت وانت ناشط، وان يكون في منافسه نوعا ما. وبالفعل وجدت نفسي اني ورطت نفسي. جامعه الملك عبد العزيز اللي اعرفها يعني كانوا الطلبه اعداد مهوله جدا ووضع صعب جدا، والاولاد والبنات اللي لحقوا معي في الجامعه حوالي 5، فاصبحت في منافسه قويه جدا انه هذا الاب اللي هم شايفينه كيف يكون وضعه يعني لابد يكون موجود. فضغطت على نفسي، خلصتها في 4 سنوات بكالوريوس اداره اعمال، خلصتها عام 1436. بعدها ابغى اكمل الدراسه، ولكن الهدف اداره اعمال ما وجدت انها بتضيف لي شيء معين. وحقيقه ان الواحد في التعليم والعلم هو ممتاز في اي مجال من المجالات، ولكن اهم شيء تشوف نفسك انت تبغى نفسك ايه، او تجد او الهدف ايش هو. تتعلم وش الهدف؟ الهدف شهاده؟ الهدف انك يقال؟ لا اتركها، انت يكون لك هدف تبغى توصل اليه. فوجدت من يعني واقع الحياة واليوم الموجود إنه بالنسبة للنظام والقانون أصبح اليوم شيء من أهم شيء في العصر هذا الزمن. كل القانون اليوم والنظام أصبح، يمكن تبغى تشوفونه الآن حتى الأنظمة اللي بتصدر كل شيء أصبح بالنظام. واليوم لازم تعرف كل شيء إيش يترتب عليه، والقانون موضوعه كبير وسيع. فلحسن الحظ قابلت الدكتور منير، فيقول فين وصلت؟ قرني، قلت والله انا منيتي اكمل. قال ما يجي يوم من الايام زي ما تحتفل بالدكاتره يوم من الايام تكون. قلت والله هذا حلم، ولكن انا افكر اكمل البكالوريوس من جديد علشان ادخل شريعه واكمل القانون. قال ليش؟ قلت ابغى القانون. قال طيب فيه، خذ ترم تكميلي وكمل. وين؟ قال والله في كلية الشرق، طبعا كلية من افضل الكليات حقيقة. صحيح. والمشرف عليها عبد الله الفيصل اللي كان مدير جامعة الملك سعود، وفيها نخبة من جامعة الملك سعود ومتميزة في سيد الملا. ايوه ايوه ايوه. قال هذه متميزة في القانون في إدارة أعمال. قلت جزاك الله خير. وبالفعل ورحت سجلت في الجامعة هنا في الرياض. واخذنا الترم التكميلي اللي هو 15 ساعة. واخذنا الترم الاول المستوى الاول من الماجستير، وخلصنا وبدينا في المستوى الثاني، وجمعونا في المستوى الثاني لانه انتهت كورونا. كان انا ذاك عن بعد، كانت الاختبارات حضوريه، ولكن وحقيقه المستوى الثاني هو الان اخر اختبار لي بكره. فجمعنا حوالي 48 طالب، معنا 15 من السيدات، وحنا ولكن في مسرح هم في الدور الثاني، ولكن يعتبر المحاضرين. وحقيقة في دكاترة ما شاء الله تبارك الله يعني علماء حقيقة، لا الشيخ الدكتور الشنقيطي ولا النجيمي ولا الدكتور بهاء العلالي، هذا برضو كان جامعة الملك سعود 10 سنوات، وزبن الزبن كان في جامعة الملك برضو الملك سعود 10 سنوات تقريبا. وهنا دخلنا مرحلة ثانية اسمها مرحلة التحدي الآخر، إن في برضو من أولاد يدرسون، فكيف تبغى تكون منضبط وتكون برضو على مستوى جيد وتوصل إلى الهدف كمان اللي تبغاه. في الله الحمد كنت منتظم، أجي كل يوم اثنين في طيارة الساعة 11 في الليل، أصل الساعة 1 ليلة كل أسبوع، وغادر كل يوم ربوع الساعة 11 في الليل على جدة. طبعا عندنا محاضرات حضورية من الساعة 4 العصر إلى الساعة 6 مساء. نبقى في المحاضرات من الساعة 4 العصر إلى الساعة 6 مساء، جلسة واحدة ما يقطعها إلا الصلاة، في المحاضرات يعني كلها مكثفة. طلعت النتائج الحمد لله اللي فاتت، 3 مواد اللي طلعت كلها A بلس، يعني من المتفوقين، يعني تقريبا يمكن من أفضل 5 طلبة من المجموعة. رغم إني يعني الذاكرة ما تساعد، ولكن بالساعات الكثيرة جدا، وانا كل شيء ابغى احفظه اكتبه كتابه، يعني عبيت عندي دفاتر واشياء من كثر ما اكتب علشان الحفظ، ترسخ المعلومه. وايش الهدف؟ طبعا احنا ان شاء الله يمكن قدامنا الان المستوى الجاي وبعدها رساله، يعني حدود 10 شهور 11 شهر يكون خلصنا، راح تكون ان شاء الله بعدها التكمله يا في جامعه الملك سعود او جامعه الاسلاميه، يعني هذه المجالين. وايش نبغى نوصل اليه ان شاء الله؟ هو الهدف نوصل اليه ان شاء الله انه نخلص، ويكون هناك يعني لي رغبه ان يكون هناك عندي مكتب استشاري قانوني
ويعني على مستوى معين على وضع معين، ويكون الإنسان برضو بعد السن شوي لابد أن يمارس العطاء ويمارس الأمور، ويكون المكتب هذا يعني يكون له دور كبير جدا في أشياء كثيرة جدا، لا سواء بزنس في المقام الأول ما في شك، والأمر الثاني يكون له برضو دور في كثير من القضايا اللي حنا يعني نشوفها اليوم في المجتمع وفي الأمور دي، لأن أنا لي باع كبير جدا في موضوع مشاكل السعودة ومشاكل الأمور ولا شيء، فهي لما تجمعها خصوصا يكون عندك بعد قانوني وبعد أمور، وعندي بحوث فيها كثير، حتى رسالة أنا حاولت رسالة الماجستير وإن شاء الله أن يوافقوا عليها، كلها تدور حول موضوع التوطين وما التوطين ورؤية المملكة 2030 مع التوطين، وتعرف التوطين الآن وعملية السعودة وعملية الوظائف هي نقطة ارتكاز لله، فهذا بالنسبة للموضوع اللي يتكلم فيه أبو سعيد، وهذا هو الهدف اللي احنا ان شاء الله نعمل عليه، وهي حقيقة اقولها دائما لاولادي واقولها للزملاء واخوان، يا جماعة الخير اولا بعد توفيق رب العالمين يكون الانسان عنده هدف وعزيمة وارادة ويؤمن بالهدف بعد توفيق رب العالمين، ولا بد الانسان ان لما يكون مقبل على اي شيء في حياته ان ياخذ الامور بجدية. اللي يقول لي المشرف يقول الطالب الوحيد من يوم رجع، الطالب الوحيد لم يسجل عليه تأخير دقيقة واحدة، وأنا يمكن الطالب الوحيد اللي يجيب طيارة من جدة. هذا مختصر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله يبارك الله. ناجح في الميدان. وهذه إضافات الإلياد، بعضهم ينجح من جهات كثيرة. فأنت أثبت اسمك الله يجزاك بالخير في الكرم في التجارة وفي المعاملة الطيبة. وأنا أشد على أزرك ومع المشايخ على رأسنا معالي الشيخ مزهر أنك تواصل، وأنت كرمت الدكاترة فأيضا بتكون أنت مكرم عند الجميع إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. وزادك الله وتوفيق. حنا دعمتك جبت الكلمة دي، ودام أن المشرف العام موجود والأمين العام موجود. فمتى؟ لا سجوني أنا. لا التساؤلات علي أنا. لا لا تسأل الشيخ ولا الشيخ ولا أنت، ما حد يسألكم. اي حقيقة شوف حقيقة انا يعني بدون تعدي على يعني لا الشيخ ولا وضعهم، فهم القادة وهم القدوة في هذا الامر، ولكن حقيقة احنا مرورنا بظروف الكورونا يعني كانت ظروف استثنائية، واحنا حقيقة المناسبة هذه عادة ما يحضرها اقل من 1000 مدعو، جدا وصلوا 1200 في ذاك الايام، وهي مناسبة كبيرة جدا يعني الدعوات يحضرها حدود 1000، ما هذا معروفة حقيقة. فنقول إن شاء الله إن زانت الأمور معانا الآن، متى ما تكون الظروف مهيئة والأوضاع تعرف الوباء هذا يعني الوضع يعني مطمئن مع الناس، يعني تبغى لا تبغى يصير في حظر ولا تبغى الناس يجونك وهم في 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 تراقب، ولكن أتوقع يمكن تكون السنة القادمة بإذن الله تكون الأمور أخذت على الوضع، لأني أنا أتابع التقارير وأتابع الأمور إن سنة 22 هذه سنة صعبة جدا. صحيح. يعني من يمكن عارضك سعد يعني إحنا نربط الأمور بالمنظمة هذه الصحة العالمية والأمور دي إنها من أصعب السنين اللي بتمر ممكن تمر هي سنة 22. شايف بقول عسى ولعل إن سنة 23 وتكون إن شاء الله ممتازة، وتأكد كل التأكيد إن أول ما تبقى الأمور طيبة ان لا الشيخ لا الدكتور ولا الامين ولا كلنا متشوقين لها ذيك اللحظه اللي نشوف ابناء بلقرن على منصه التكريم، لانهم شوف هم فخرنا وهم عزوتنا وهم اللي نشربهم، وحنا كقبيله اقولها بكل صراحه يعني القبائل كلهم فيهم خير وحنا نيجي من بعدهم، ولكن نحن نفتخر بتكريم طلبه العلم وهذه حقيقه، وحنا نفتخر ان على راس التكريم وياخذ التكريم من يد هذا الرجل علم من اعلام الامه الاسلاميه، وايضا من شيخنا ومعالي الدكتور مزهر، فهو انسان غني عن الموضوع وكل يتشرف ان يكون، والحمد لله ابناء بلقرنا الان برضه اصبح الاعداد كبيره جدا شايف، وان شاء الله انها تكون يا في الرياض يا في جدة بإذن الله. هذا بالنسبة لنا بالنسبة لنا، وإذا عند الشيخ شيء بيضيفه عندي تعقيب أنا. تفضل. ما في الرياضة حضرتك الباري في دكاترة في الرياض، هل دكتور محمد حضرتي دكتور محمد الحفرات ولا لا؟ لا لسه.
فأنا أتشرف أولاً باسمك أول من ندعو هذا الدكتور. استاهل. استاهل. الأمر الثاني أنا عندي بيت ما قد افتتحته له 5 مرات أنا أخو سعيد. ودي طلب إذا عاد في الرياض يكون في بيت الجذع باسمكم أنتم. هو يعني والله إن ودي متشرف بالدكاترة لكن إذا كان في احترازات أمنية لأن في البيوت يأخذون راحتهم. وأنا أعرف الإجراءات. كان إذا كان في البيوت لا بأس بالراحة فهذه ما بنختلف عليها لكن متى تتشاورون تراني متشرف. ما في شيء. الله فوق في بيت الشيخ عارف. ونتشرف يعني. إن كان. هذا تكريم آخر. نعم. حنا. أنت بتقول من عراب يعني. حقيقة. شوف عملية تكريم الدكاترة من أبناء بالقرن يمكن بعض الأخوان ما يعرف هو بدأ عام 1430 يعني التكريم القادم كم رقمه 6 السادس صح؟ السادس. هو سلسلة مستمرة. يعني الطريق ما هو موضوع وننتهي منه عشان كذا احنا ناخذه ما بين فتره وفتره 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 لانه نقول ان شاء الله ان الموضوع على استمراريه. فعندنا الفتره القادمه هي لتكريم العام 40. لا 35 بس بنضمه من 40 لان عشان الفتره اللي راحت هذيلي معليش هسه ما بخلاف فاحنا حناخذ ال 40 يمكن الفتره القادمه ويصير الفتره اللي بعدها تاخذ ال5 سنوات لانه من 40 ل 45 عدد اكبر. والرياض له نصيب ترى طيب والرياض له نصيب. فحنا حنكون في الرياض شايف والامر عادي يعني ما عندنا مشكله بس حنا علشان تعرف الحفل يكون العدد اللي المدعوين كثيرين فقول ان شاء الله ان زانت امورنا السنه هذه وعادت الامور انها ضوء اخضر فان شاء الله يكون على نهايه السنه دي يكون في شيء معين وان كان حنا حنبدا نرتب ان شاء الله على السنه القادمه باذن الله يكون ويكون استمراريتها حنا زي ما اشتغلنا عليه كل سنتين 3 سنوات من يوم يتجمع العدد يكون فيه تكريم ثم دائما نعمل في التكريم الفيلم الوثائقي اللي هو يضم من بدايه التكريم من الشيبان الاولين بالمسيره اللي هم وحقيقه الموضوع ده يعني بصراحه كم من شخص يعني تاثر بهذا التكريم يعني يسال نفسه بخصوص اليوم تعرفون مع التعليمات اللي جات من الدوله انه التعليم مفتوح والسن مفتوح يعني الجامعات الان بدات بسياسه التعليم يعني الناس تدعو الناس يعني ما في شيء ما عاد في شيء شايف فبالعكس يعني القبيله والامه كل ما كان فيها متعلمين كل ما فيها مثقفين فهذه هي الامم وهذه اللي ترقى بالامم هذه حقيقه الامم هذا ويسعد اياك جميل جميل الله يعطيكم العافيه جميعا حقيقه يعني كلام جميل ونعتز فيه ونفتخر انا عندي بس فقط مقترح كمبادره من الاخوان يكون التكريم يمكن افضل اللي يكون فيه ناس عندهم إضافة للأمة من ناحية التأليف براءة الاختراع والترجمة هذه نتمنى يكون في مبادرة ويكون الأمر هذا يكون لها مردود يعني على مستوى الدولة أفضل من فقط بس التكريم العادي هذا ما عندنا خلاف فيه ولكن فضل يكون فيه إضافة للمكتبة العربية خصوصا للموضوع اللي قال الدكتور محمد صدق خاصة لا تتوقف الإبداع على رسالة الدكتوراه صحيح الدكتوراه هي قيمة عالمية ولكن في مبدعين آخرين ولهم براءة اختراع في مجالات وفي القبيلة كثير منهم فنرجو أن تدرس هذا وأن نتشاور فيها إما تضم ولا مثلا فعالية أخرى فأنا مؤيد هذا بقوة والله برضو يا شيخ أنا أقول يعني بالنسبة للموضوع ده قد فتح ونقش في الموضوع ده وأعتقد نقش حتى في مجلسك هذا يا حقيقة إنه لما تجي نفتح أنواع التكريم ففيه الضباط وفيه الألوية وفيه الناس وفيه المبدعين في الدكاترة وفيه ما شاء الله وفيه الأمهات اللي كمان أبدعوا حقيقة وفيه أشياء كثيرة جدا فلو فتحنا على أنفسنا مجال هندخل فيه معيار ومعايير صعبة جدا إنك تقدم من وتخلي من وتنسى من وتقدم من فحنا حقيقة التكريم هذا ونهجه اختصر على حرف الدال في أي مجال كان عسكرية مدني على حرف الدال متخصص له لأنه هذا المقياس مقياس عادل حرف الدال في أي شيء وتكون الشهادة معتمدة من التعليم العالي هذا شرطنا الأساسي اللي بتكلم عنهم وهم كمان يعتبروا نخبة النخبة حقيقة يعني بتكلم على يعني ناس كمان أقول يعني هم يمكن اللي كمان يعتبرهم التاج حقيقة المبدعين والأمور فهذول إن شاء الله بإذن الله أن يكون يعني في القبيلة من حنا نتشاور ويصير لهم مناسبة مستقلة وضع مستقل تقام لهم مناسبة معينة أما المسار اللي ماشي فيه حرف التكريم الدكاترة لأنه مسار
ما هو مؤقت، هو مسار معمول لسنوات قادمة. صح. فله نهج وله سياسة معينة، ولا نبغى نخرج عنه، فإذا خرجنا عنه بتختلف الله بيشمل جميع التخصصات، بيشمل التخصصات، بيشمل بتدخل في مجالات كثيرة جدا. شايف ولا الآن في ما شاء الله تبارك الله أدرى عن طبيب، هو دكتور ما شاء الله تخرج دكتوراه من فرنسا، يقال الآن لأنه أفضل طبيب تختير في المملكة العربية السعودية، اسمه عادل القرن. إيه أقول لك القبيلة ولادة ومنتجة يعني. في واحد برضه في الطيران، هو أكثر واحد في العالم طيران. صحيح. هو اللي قرني بالنسبة للدكاترة البشري، الطب البشري الاستشاري أو الزمالة يعتبرونها سعيد عام، بس يعتبرونك أنت زيد. أولاً فرصة سعيدة، وكثر الله خيرك أبو سعيد على هذه الجامعة الطيبة، وحقيقة يعني لو يتمنى الإنسان أعتقد ما وصل إلى أعلى المنية إنه يقابل الوجهة الطيبة والناس اللي يتمنى أن يشوفهم ويفخر بهم ويعتز بهم. الله يحييك. وهم كمان أيضا أكثرهم من الربع ومن الجماعة ومن الرفاقة اللي الواحد يعتبرهم تاج فوق الرأس وأصدقاء العمر حقيقة. والضيوف اللي جونا من برا أكيد أنهم لنا الشرف العظيم أنهم حضروا، الله يحييهم جميع في بيت أبو سعيد، فحنا نعد أنفسنا برضو حنا مضيفين لهم، الله يحييهم. بالنسبة ما يخصني أنا شخصيا بصفة أني خارج الرياض، ولو أني عد نفسي الآن أني يعني بديت أدخل بها للرياض وكذا، فوالله ما عد نفسي فعلا أنا ضيف عند حد، ولكن طالما أنه سبق حديث وسبق كلام، فحنا أنا مع الشيخ عايض على موعده. هذا أولا ما أحتاج الوعد اللي بيوعدكم. نعم. الشيخ عايض في لي الشرف أن يكون رفيقا معه ومرافقا معه عندكم إن شاء الله متى يتحدد الموضوع. وما الشيخ أنا والشيخ عايض فأنا أيضا معكم، إن أعطيته موعد فأنا معكم، وإن يعني اتفقنا احنا يا على اتفقنا على شيء في اللي تتفقون عليه انا معكم بنفس الاتفاق، لان يد الله مع الجماعه والجماعه طيبه. هذا من ناحيه، هذا بالنسبه للمردود. انا خصيتني بالكلام يا شيخنا، الله يحفظك الجميع، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.